يحيى؟ اه تابعين؟ شكلك غير ال مش بحب احط صورتي، قعدت العب في السيتنج لحد ما غيرتها. تالين ده حقيقي ولا برضو؟ لا حقيقي. وعايزه ندخل نشرب حاجه جوه؟ او نتمشى؟ او لو عايزه نتمشى بده؟ جامد ده، انت طلعت شقي بقى وحركات. يعني بحاول. ماشي نتمشى؟ يلا. ايه بقى اللي يخلي واحدة زيك تتعرف على واحد من على الابلكيشن؟ واحدة زيي ازاي؟ يعني واحدة قمر زيك اكيد معجبينك كتير. هو بس انا ما بقتش عايز اعرف حد من الناس اللي حواليا، انا موهوبة في اختيار الناس الغلط. طب لو على كده بقى الحق استاذن اروح انا بدل ما ازود لك جبل الخوازيق بتاعك ده. ساعتها هتأكد ان المشكله فيا فعلا، وده كان سبب اني نزلت الاب. وانت؟ لا انا نزلته ذهب، يعني قلت اشوف فكرته كده بس، مش في سبب مقنع يعني. مش في؟ انت منين؟ مفيش يا ست، وبعدين مش بقولها كتير. ايه ده؟ قلتها تاني. قلت له لما انت مركزه معايا كده انا هفضل اقولها كتير. انا مش شرقيه. فعلا؟ يعني ذكر شرقي شرقاوي اصيل. عندك مشكله؟ كنت فاكرة اني الوحيدة اني بحب الايس كريم في الشتاء. انا ما بعشق الايس كريم في الشتاء. عارف الصداع اللي بيخبط ده؟ عارفه. بس روكي هنا كده هو هيروح دلوقتي. بيروح اهو. يحيى تفتكر الابلكيشن ده بيجمع الناس اللي فعلا شبه بعض ولا هو عشوائي كده؟ مش عارف، يعني اظن هنكتشف مع الوقت. انا اكيد هنتقابل تاني ولا ايه؟ انا عايز اعزمك على سينما المره الجايه. تحب تتفرج على ايه؟ لا براحتك، نقي انت بقى عشان اضمن انك هتيجي. بصي هو عامه انا بحب افلام السوبر هيروز، بس براحتك يعني مش لازم. انا كمان بحب افلام السوبر هيروز. ما تهزريش. والله العظيم انت عمله نادره يا بنتي، تقريبا البنت الوحيدة اللي اعرفها اللي بتحب افلام السوبر هيروز. بحبهم من وانا صغيرة، فاهم؟ اتشديت لفكرة ان البنت كانت دايما بتبقى واثقة في حبيبها وعارفة ان هو هيجي ينقذها في الاخر حتى لو ايه اللي بيحصل لها، فاهم؟ سبحان الله، انا عكسك تماما. يعني انا ما كانش بيشدني غير ان السوبر هيرو بيبقى عايش حياته تمام وطاير وفرحان لغاية لما تيجي واحدة بقى تبوظ له كل حاجة. هو ايه بقى؟ تقابل تاني Thank you.